واحد بيقول هل الإنسان الذي يعيش بدون زواج في هذا العالم ومعه كل إمكانيات الزواج ولكنه يريد أن يعيش بدون زواج في هذا العالم وليس في فكره الرهبان، فهل الله سيحاسبه على عدم زواجه؟ يعني لا هيطولها من الزوجة ولا هيطولها من ربنا، تبقى حكاية. وهل هذا يتعارض مع الوزنات التي يطلبها الله منا في اليوم الأخير في العالم؟ لا، ما هو ممكن الإنسان يستخدم وزناته في غير الزواج إذا لم يرد أن يتزوج، يفرض هو مش عايز يتجوز، لازم يشعل عقوف واحدة ست غصب عنه، مش معقول. ربنا في مسألة الزواج وعدم الزواج يترك كل إنسان على حريته، لا يرغم إنسان على الزواج ولا يرغم إنسان على عدم الزواج، كل واحد حر. ومش معنى إنه ما اتجوزش يبقى ما بيشتغلش بوزناته، ممكن الوزنات اللي عنده في الرحمة، في عمل الخير، في خدمة المجتمع اللي بيعيش فيه، كلها ممكنة بدون زواج. أو يمكن لغاية الوقت ما لقاش سعيدة الحظ، ولو لقاها جايز يغير فكره، من عارف يا ما الستات بيغيروا فكر الرجال، ربنا يرحمه.